وهرفعها على الـ LMS زي ما احنا متعودين. اوكي يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. شباب شايفين الكفر بتاع الكتاب؟ ظهر قدامكم؟ تمام، روعة. تعال نبدأ مع بعض ونبدأ نتكلم ان احنا النهاردة بنكمل المحاضرة بتاعت الـ Ordinary Differential Equations اللي احنا بدأناها المرحلة اللي فاتت. احنا خدنا two main methods، الـ Separation of Variable Technique، وخدنا الـ Homogeneous Ordinary Differential Equations. عرفنا ان في الـ Separation في شرط ان لو انا عندي ordinary differential equation وعندي differential equation لازم انجح اني اخلي الاكس في طرف with dx بتساوي الواي في طرف with dy، وبكامل التو سايد سيبريت زود كونستنت. وعرفت عشان اقدر انجح في الطريقه دي لازم يبقى المساله فيها multiplication وديفيجن وما فيهاش addition او subtraction between the various variables. بمعنى يا عبد الرحمن ما شوفش x minus y، y square minus x square ما تظهرش معايا كده، مش هعرف افصل. يعني لو y dash بيساوي y square minus x square هعرفش تعرف تفصل، لان لو جيت تقسم دي y على دي x هتلاقي الجزء بتاع دي x موجود جنبي y و x، مش هينفع انها تتعمل separation. طيب في حالة طبعا ممكن يبقى في جمع بس with the same variables، يعني مثلا لو انا عندي y داش بيساوي x تربيع زائد 4، لا دي separable لان هيبقى dy مثلا بيساوي x تربيع زائد 4 times dx، انا كده فصلت. يبقى انت مش مسموح لك بالaddition والsubtraction between the various variables او the different variables، لكن with the same variable it's okay acceptable لانه هيبقى function واحدة. طيب بالنسبة للهوموجينيوس، إذا أنت فشلت في عملية السيباريشن، يعني مثلا مش نافع أنها تتحصل لها سيباريشن، ببدأ أفكر في الهوموجينيوس والكونديشن بتاعها سهل قوي. إن أنا بشيل كل X أحط لامدا تايمز X، وشيل كل Y أحط لامدا تايمز Y، بلاقي إن اللامدات دي والكنسل إيتش أذر بيروحوا مع بعض وترجع المسألة زي ما كانت، وهنا بمشي على الهوموجينيوس. مش عايز اضيع وقت اكتر من كده، هبدا اخش على طول على الدرس بتاعنا النهارده، وهو الطريقه رقم 3 اللي هي exact ordinary differential equations. عبد الرحمن حسن، الاكزاكت ordinary differential equation دي اسمها طريقه العكس عكاس خلف خلاف. الطريقه دي ماشيه كل حاجه بالعكس، اللي مضروب في الاكس هفضله في الواي، اللي مضروب في الواي هفضله بالاكس، وهكذا. أنا هتكلم بسرعة قوي إيه الخطوات الأول، بعدين هناخد مسألتين على الطريقة بتاعت الإكزاكت، بس عايزك تركز معايا قوي. مش مهندسين متابعيني؟ تمام؟ أوكي، ركز قوي قوي قوي. طبعاً الطريقة بتاعت الإكزاكت برغم إن أنا بقولها تالت طريقة في الترتيب، لكنها في تفكيرك عايزة تبقى آخر طريقة. يعني إيه الكلام ده يا حسن؟ يعني أنا لو جات لي differential equation، لو جات لي معادلة تفاضلية، أول حاجة هفكر إنها مثلا تبقى separation، بعدين homogeneous، بعدين linear، بعدين برنولي، بعدين لو كل حاجة ما نفعتش هبدأ أفكر في موضوع الإكزاكت. مش لأنه صعب، لأن له شروط يجب إن أنت تعملها. تعال نشوف كده فيلم الإكزاكت ده ماشي إزاي. أول خطوة المسألة أنت ما عرفتش تخليها separation وما هيش homogeneous، لازم تبقى بالشكل ده. أرجوكوا بصوله كويس، جزء times dx زائد أو ناقص جزء times dy لازم تبقى بالشكل ده وبتساوي zero. طبعا يا حسن لو كانت حاجة في dx بتساوي حاجة في dy انقلهم جنب بعض زي ما أنت شايف كده. طيب وبعدين انا قلت لك ان الطريقه اسمها عكس عكاس، هو الام مضروبه في دي اكس حضرتك هتفضلها بالنسبه لواي، بعدين الان مضروبه في الدي واي حضرتك هتفضلها بالنسبه لاكس، يبقى بالعكس. هعيد تاني، الجزء بتاع الام مضروب في دي اكس فضله بارشال بالنسبه لواي، الجزء بتاع الان مضروب في الدي واي فضله partial بالنسبة للعكس اللي هو X.
لو انت حصل ان عمليات التفاضل البارشل كانت بتساوي بعضها او once دي اكس واي دي واي تبقى اكس، انا بعمل عكس بالعكس، لو الاثنين سووا بعض، لو القيمتين سووا بعض اللي هو اسمه ميكسد ديريفاتيف، ده معناه ان الديفرنشال ايكويشن دي اتس ان اكزاكت ديفرنشال ايكويشن. ستوب، في حاجه في اللي انا قلته مش واضحه يا شباب؟ كله تمام؟ لا تمام عبد الرحمن انا مش سامع صوتك، هو انت عارف يعني ايه بارشال ديريفاتيف؟ بعمل ديريفاتيف لكل جزء لوحده يعني. قصدك يعني بعمل ديريفاتيف للواي ومخلي الاكس ثابت، اكن الاكس زي الخمسة او الاثنين. ايوه ولو انا بعمل ديريفاتيف للاكس يبقى الواي هي اللي هتبقى كونستانت. It's exactly like x, like 5, like 10, like 6, whatever. المعلومة دي غاية في الأهمية. لو الاثنين سووا بعض المسألة exact. طيب السؤال بقى هكمل ازاي؟ كده الكونديشن يعني ده الشرط. يبقى ده اللي انا بعمله زي ايه؟ زي السيبريشن مفيش فيها جمع وطرح كتير، زي الهوموجينيوس لازم يبقى لامدا اكس ولامدا واي اكني ما عملتش حاجه. هنا لو انا خدت الحته اللي قدامي دي اكس فضلتها الواي والحته اللي قدام الواي فضلتها الاكس لقيتهم يساووا بعض يبقى المساله دي اكزاكت. طيب كمان لما هي اكزاكت هعمل ايه؟ هختار نص المساله فقط، يعني هاخد الام بالنسبه للدي اكس او هاخد الان بالنسبة للدي واي، يبقى هاخد نصها. وليكن انا هاخد الجزء الاولاني اللي هو ام في دي اكس اهو، هروح رايح حطه داخل علامة التكامل، بس مش هقول زائد ثابت، لا هقول زائد دالة في المتغير اللي انا ما كملتش بالنسبة له. عيد تاني، انا همسك المساله الاكزاكت بعد ما اتاكدت انها اكزاكت، هاخد الجزء اللي جنب الدي اكس وهكمله بالنسبه لاكس، واروح مزود فانكشن ان واي بالعكس. ليه عملت كده يا عبد الرحمن؟ لاني اهملت الحته اللي فيها ان، وممكن اخد الجزء بتاع الان بس اروح مزود داله في الاكس. افتكر كلامي، قلت لك عكس عكاس، الطريقة ماشية بالعكس، كل حاجة عكس عكاس. أنا هكامل بالنسبة لإكس أروح حاطط ثابت في واي، لو كملت بالنسبة لواي أروح حاطط ثابت في إكس. لغاية هنا في أي مشكلة يا باشمهندسين؟ ده تمام يا دكتور. مشكلتي دلوقت على فكرة لما كامل التكامل ده هو ده الحل، هو ده الحل، بس بشرط انك تعرف قيمة الكي واحد دي. طب ازاي اعرف قيمة الكي واحد؟ بعد ما كملت المسألة هروح ماسكها ومفضلها تاني بارشل بس بالنسبة للمتغير العكس. انت كملت بالنسبة لإكس يبقى تفاضل بالنسبة لواي، الطريقة ماشية. بتاني بأكد لك اهو، عكس بعكس، انا كملت بالنسبه لاكس اروح مفاضل بالنسبه للمتغير التاني، يبقى بعد ما كملت بالنسبه لاكس افاضل بالنسبه لواي. المفترض ان التفاضل بالنسبه لواي يدي لك الحته بتاعت الان دي. طب افرض ان التفاضل اللي انت جبته ده كان في حاجات ناقصه عن الاصل ده، عن الداله دي اللي هي اسمها ان، اللي موجود في الان ومش موجود في خارج عملية التفاضل دي هو ده اللي بسميه الكي داش اوف واي، يعني تفاضل الدالة دي. ما هو يا عبد الرحمن لما انا همسك اليو وفضله الجزء ده هيتفاضل زائد كي داش اوف واي، يبقى انا لما اعمل الكمباريزون لو في حاجة موجودة في الان ومش موجودة في خارج التفاضل بسميه كي داش اوف واي، اكملها واروح رايح معوض في الايكويشن بتاعتي يبقى انا حليت المساله. طبعا العكس بالظبط لو كنت ماشي في الاتجاه التاني، لو كنت بكامل بالنسبه لدي واي كنت حطيت ثابت في اكس، بعد ما المساله تخلص انا كملت بالنسبه لواي اروح راجع مفضلها بالنسبه لاكس، واخد الكي 2 ده اقارنه بالام اللي انا ما لمستهاش، لو في حاجة في الام مش موجودة في الكي 2 داش يبقى هي دي القيمة بتاعته اللي انا هحطها وارجع كامل التاني. ك
كفاية كده وتعالى نشوف مسائل. أهي المسائل طبعا عندك كمان مسائل في الشيت ودول محلولين معك. أنا هحل A و B وهسيب لك C محلولة أنت بص عليها. تعالى نبص الأول على المسألة نمبر A. أرجوك تابعوني قوي قوي قوي. أول ما بص على المسألة نمبر A هلاحظ إن فيها فيلد صغير. المسألة بتاعتك دي ما هياش سيباريشن. هتسيباريت إيه؟ أنت هتعمل سيباريشن إزاي؟ ده فيه هنا X و Y موجودين وفي لين X وفي Y لين Y، مستحيل سيباريشن وقات. طب تعالى بقى ندور على هوموجينيوس. ما تقلقش بايظة. شمعنا بايظة؟ لأن الإكس اللي جوه دي لما تحط لامدا إكس والواي دي تحط لامدا واي مش هتعرف تشيل اللامدات دي مع بعضها. انتهى ما تكملش. يبقى هجرب الإكزاكت. ركز قوي من فضلك. أنا مسكت المسألة بتاعتي أهي، عملية تافهة جدا. الحتة اللي جنب الدي إكس أفضلها بالنسبة للواي، والجزء اللي جنب الدي واي أفضله بالنسبة للإكس. الأول ثانية واحدة، أنا محتاج أستعين بصديق. أولاً خلينا نعمل كده just a sec، نعمل download كده download attendance ونقول ألو بشوي. بشوي معايا؟ أه مع حضرتك يا دكتور. طيب تعالى بقى يا بشوي، ركزوا معايا يا شباب. بشوي عايزك تفاضل الدالة اللي أنا بشاور عليها دي. تعرف يا بشوي؟ اللي هي لين واي، لين واي على اكس زائد 2 اوفر 3 اكس واي كيوب. انا عايزك تفضلها بالنسبه لواي. تعرف تفتي؟ لا بصراحه. عيب يا بشوي، عيب. انا لما اجي افاضل بالنسبه لواي الاكس ثابت، يبقى 1 اوفر اكس ده كونستانت. هروح افاضل اللين الاولاني. لما بفاضل اللين بيبقى واحد على الفانكشن اللي ورا اللين تايمز الديريفاتيف بتاع الفانكشن دي. يعني على طول يا بشوي تبقى 1 over x تايمز واحد على لين y. ده كده انا فضلت الجزء اللي هو اللين الاولاني، واحد على الفانكشن اللي وراه تايمز تفاضل اللين y اللي هو واحد على y. بعدين هاجي على الحتة التانية هلاحظ ان الواي لما فضلوا التلاتة بتنزل وبطرح من الباور واحد يا بشوي، فتبقى 2 اكس واي سكوير. بالفعل انا لو انا جيت افاضل هلاحظ ان دي واحد على واي تايمز لين واي، والجزء ده اصبح 2 اكس واي سكوير. تاني نفس الكلام يا بشوي، يا ترى تعرف تفاضل لين اكس على واي لين واي اكس سكوير واي سكوير؟ بس خلي بالك بالنسبة لاكس. لما فاضل ده بالنسبة لإكس يبقى إزاي يا بشوي؟ اللينكس هتبقى واحد على إكس مضروبة في واي لين واي لأنهم ثوابت، دول زي ما يكونوا نص مثلا أو تلت. بعدين لما فاضل إكس سكوير واي سكوير يا مستر بشوي، الباور ينزل واطرح من الباور واحد، بس ده بتاع الإكس بس، الواي إز كونستانت، فيبقى 2X واي سكوير. معايا يا بشوي؟ اه تمام يا دكتور. انت فاهمني بجد؟ اه لا ماشي معايا. طبعا لو انت واخد بالك هتلاحظ ان دي واحد على اكس واي لين واي 2 اكس واي سكوير، والتانية واحد على واي اكس لين واي 2 اكس واي سكوير. يعني هما الاتنين بيساووا بعض يا بشوي. باشمهندسين متابعيني معايا؟ مي الاتنين دول بيساووا بعض بالظبط. الستيب اللي بعديها يا دكاترة، بعد ما اثبتت ان الاثنين دول بيساووا بعض يعني دي معناها انها اكزاكت. معايا يا شباب؟ حضراتكم تابعيني الامور ماشيه؟ تمام يا دكتور. تمام. خلينا نشوف فين مينا زاهر. مش مين، انا بنطق الاسم صح؟ مينا زاهر. اه يا مينا تعالى بقى. بعد ما الكونديشن ده اتحقق يا مينا، انا عايزه كامل اختار لك حته، اختار لك جزء. يا تاخد الجزء الاولاني دي اكس، يا تاخد الجزء الثاني دي واي. معلش يا مينا المره دي اسمع كلامي، خلينا ناخد الجزء الاولاني. هو ما فيش حاجه احسن من حاجه، مش فارقه، بس انا عايز احل دي بالنسبه لدي اكس عشان اللي وراها اوريك بالنسبه لدي واي. تمام يا مينا؟ تمام. يلا يا معلم خد بقى الجزء ده يا باشمهندس وابدا اعمل التكامل.
يبقى انا هفترض ان اليو دي اي كلام، انا حطت بس الرمز علشان يبقى ثابت قدام عينيك. يبقى انا هقول يو، هاخد الجزء الاولاني يا باشمهندس مينا اللي انا مشاور عليه ده اهو، وهروح حاطط التكامل بتاعه. خلي بالك يا مينا، انا هكامل بالنسبه لمين؟ شايف ايدي لاكس، يبقى الثابت اللي اتحط يبقى ثابت في مين؟ في واي. العكس تفاضل. ايوه العكس. كامل بقى يلا يا مينا، انزل معايا. انا عندي لن لن واي على اكس زائد 2 اوفر 3 اكس واي كيوب. هو انت بتكامل بالنسبه لمين؟ شايف ايدي إكس. بتكامل بالنسبه لمين؟ لاكس. يبقى الواي ثابت كامل، يبقى 1 اوفر اكس انت هتكامله اللي هو لينكس، فتبقى المساله لينكس تايمز لن لن واي. بعدين هرجع تاني على الجزء ده، انا بكامل الاكس، يقوم الاكس زود على الباور واحد واسم على الباور الجديد، تبقى 1 اوفر 3 اكس سكوير واي كيوب. اي 1 اوفر 3 اكس سكوير واي كيوب، الكلام ده بلس كي 1 اوف واي. معايا مينا؟ تمام تمام روعه. مجرد ما انا كملت هروح مفاضل بالنسبه للمتغير اللي انا مش كملت له اللي هو الواي. فاضل بقى بالنسبه للواي، ركز قوي يا مينا، هيبقى بارشال يو بارشال واي. لما اجي لينكس ده كونستانتي، ده انه ثابت لينكس، هاجي على اللين الاولاني يديك واحد على لين واي تايمز الفانكشن اللي جوه اللي هي لين واي اللي هي لما تفضلها تبقى واحد على واي، يبقى المحصله لينكس مقسومه على واي لين واي. هوريها لك حالا. بعدين دي لما فاضل بالنسبه لواي، الثلاثه تنزل تشيل التلت وتبقى اكس سكوير واي سكوير، ودي تبقى كي داش. اهي اهي بص انا حطيتها اهو بفاضل بالنسبه لواي، ادى التفاضل بتاعك شايفه. التفاضل اللي انا جبته ده لازم اقارنه بالنسبه للجزء اللي انا ما استخدمتوش. مش انت لما جيت تحل خدت الام، يبقى اللي انا فاضلته ده اقارنه بالان عشان العمليه تبقى واضحه قدامك. انا كاتبه قدامك هنا بس، ادي الكي داش بتاعتي، ده اللي خارج التفاضل، وده الجزء اللي اسمه الان اكس اللي هو الجزء اللي انا مش كملت له. قارنهم ببعض. يعني ايه قارنهم ببعض؟ يعني اشوف هل في حاجة في الان مش موجودة هنا ولا ايه. تعال نبص بقى، لينكس على واي لين واي موجودة اهو، اكس سكوير واي سكوير موجودة اهو، هل في حاجة هنا مش موجودة في التفاضل؟ مفيش. حضرتك فاهمني ولا تهت مني؟ لا تمام. يبقى ده معناه ان الكي داش بتساوي صفر، لان مفيش حاجة هنا مش موجودة في اللي فوق. معنى ان الكي داش بتساوي زيرو، يعني دي كان اصلها كونستانت. مش الكونستانت ولا التفاضل بتاعه بيساوي صفر، يبقى دي في الاصل كانت بزيرو. سوري كانت كونستانت. ارجع على المسألة اللي انت كملتها اللي هي الحتة ده، هروح شايل اليو دي وحطت زيرو لان مفيش حاجة اسمها يو اصلا، وهشيل الكي واحد واي وحط ثابت، وتبقى انا خلصت المسألة. اهي ادي المسألة بتاعتي، شلت الكي حطيت ثابت ومكان اليو حطيت زيرو. باشمهندسين حضراتكم تابعيني؟ الامور ماشيه يعني؟ طيب اذا كان اوكي تعال لي بقى في المساله اللي بعديها كده. اهي انا مخليها كده سنه اهي عشان نبص فيها مع بعض. اقرا كده، 3 اكس سكوير لينكس زائد اكس سكوير ماينس واي دي اكس نيجاتيف اكس دي واي بيساوي زيرو. باشمهندسين هي دي تنفع سيباريشن؟ كلا البطة. اشمعنى البطة؟ لان الحتة اللي انت شايفها قدامك ده فيها اكس وفيها واي وبينهم سبتراكشن، تبوظ. تنفع هوموجينيوس؟ ما تفكرش، مش تنفع. ليه؟ لان هنا واي بس وهنا اكس تربيع، ده بمجرد ما عيني لمحتها يبقى مش هينفع. يبقى هبدأ افكر اكزاكت. عشان افكر فيها اكزاكت، الجزء الاولاني ده انا هسميه ام، والسالب اكس دي هسميها ان. اهم ادي الام وادي الان. بعدين هفاضل الجزء الاولاني، هو فين بشوي؟ بشوي لسه موجود؟ اه يا دكتور. ما حضرتك تقدر حضرتك تفاضل دي بالنسبه لواي؟ فاضل هتبقى صفر. وال زائد صفر ناقص واحد.
والواي اه واحد نيجاتيف 1. طيب بالنسبة للإن فضلها بالنسبة لإكس برضو تبقى بكام؟ نيجاتيف 1 برضو، يبقى الاثنين سووا بعض، يبقى هي إكزاكت. تمام يا بشوي؟ تمام يا دكتور. طيب تحب بقى نعمل إيه؟ أكامل الإم بالنسبة لإكس ولا كامل الإن بالنسبة لواي؟ تحب تعمل إيه؟ مش احنا قلنا يا بشوي هاخد نص المسألة فقط؟ تحب تاخد الجزء اللي جنب الدي اكس ولا تاخد الجزء اللي جنب الدي واي؟ ها تحب تعمل ايه؟ ناخد الجزء اللي جنب الدي واي. وانا معاك فعلا، انا هختار الجزء ده عشان اوضح لك الفكرة. يبقى اذا هسميها دبليو، اي رمز بيساوي التكامل بتاع الان في دي واي زائد، طالما هكامل بالنسبة لواي يبقى الثابت في اكس. أو بالفعل يا بشمهندس هشيل ال N وحط نيجاتيف X والكي 2 اهي، لما هكامل بالنسبة ل Y ال X ثابت، تبقى نيجاتيف XY زائد كي 2، أي نيجاتيف XY زائد كي 2. روعة. مجرد ما أنا كملت بالنسبة ل Y لازم الفانكشن دي تتفاضل تاني with respect to X. تعالى بقى فاضل بالنسبة ل X، لما فاضل بالنسبة ل X يبقى الجزء ده نيجاتيف Y والجزء ده كي داش اهو. بالفعل انا لما فضلت بالنسبة لإكس اصبحت نيجاتيف واي زائد كي داش. الجزء اللي انا فضلته اللي هو طلع نيجاتيف واي وكي داش، هروح اقارنه بمين؟ هقارنه بالام اللي بشو يفكر انه او قرر انه ما يكملهاش. يبقى انا هلاقي نيجاتيف واي نيجاتيف واي، لكن 3x تربيع لينكس زي x سكوير للأسف مش موجودة في المسألة بتاعتي. يبقى الجزء ده اللي اسمه k-2، يبقى 3x سكوير لينكس زي x سكوير هي دي اللي بتساوي k- على طول يا بشمهندسين. يبقى k- بيساوي 3x سكوير لينكس 3x سكوير times لينكس plus x سكوير كده. عشان أبقى خلصت المسألة، هو ده الحل. بس لما اجيب القيمه بقى بتاعه الكي 2 اقوم امسك 3x سكوير لينكس زائد x سكوير اعمل له انتجريشن. ازاي هعمل للجزء ده انتجريشن؟ العمليه سهله جدا. هبدا كالاتي، هختار الاكس سكوير اعمل لها انتجريشن تبقى x باور 3 اوفر 3. بعدين هيفضل عندي الجزء اللي هو بتاع 3x سكوير لينكس ده هكمله باي بارتس، يبقى ده يتعمل له integration by parts. طب ازاي هعمل للجزء ده integration by parts؟ الintegration by parts بختار جزء من الفانكشنز دي اكمله والجزء التاني افضله. هنا لان دي second case of integration by parts هختار 3x square to integrate، هتدي لك x power 3، هحط جنبها linux ماينس، اعمل تكامل الفانكشن اللي انا كملتها اللي هي اكس كيوب تنزل ولينكس هفضله، تفاضل اللينكس يبقى 1 اوفر اكس. الحركه اللي بعديها الاكس دي مع الكيوب تبقى بقت اكس سكوير. لما اعمل لها انتجريشن بشمهندسين معايا، لما اعمل لها انتجريشن تبقى نيجاتيف اكس كيوب ديفايدد باي 3. يبقى انا عملت التكامل اللي موجود قدامي ده. الخطوة اللي بعديها الجزء النيجاتيف يشيل الجزء البوزيتيف ويصبح الكي 2 هو عبارة عن اكس كيوب لينكس زائد كونستانت. حضراتكم تابعيني؟ تمام يا دكتور. فاضل اخر طلعة، اروح فوق على المسألة بتاعتي اخلع الكي 2 واحط مكانه اكس كيوب لينكس زائد سي. اهو يا باش مهندسين، رحت شلت الكي وحطيت اكس كيوب لينكس زائد سي، واقدر بكل بساطه اخد السي دي اوديها اليمة الثانيه لان الدبليو دي هوا اصلا، هي اساسا مكانها صفر، فانقل السي اليمة الثانيه ويبقى ده شكل المساله بتاعتي. اي مشاكل يا باشمهندس؟ معلش يا دكتور، من ساعه ما طلعنا الكي داش ب 3 اكس سكوير لين اكس ازاي كملت؟ طيب انت وليه كملت اصلا؟ ليه كملت؟ طيب مش المفروض تطلع كده شو؟ اسكت 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 يا حسن، اسكت يا حسن. مش انت شايف الدبليو؟
هو ده الحل صح؟ شو ده الحل؟ الدبليو دي هو ده الحل. وانس ان انا لقيت كتنين، انت بعد ما جبت ده رحت مفاضل، فلما تفاضل هتبقى بدل ما دي كي اتنين هتبقى كي داش ولا ايه؟ تمام. مش هي دي اللي هعوض بيها فوق، انا لازم اكامل دي عشان ارجعها لاصلها. انا فضلتها بالنسبة للمتغير اللي اسمه اكس، يبقى هي لازم تتكامل بالنسبة لاكس، يبقى احنا خلصنا من قضية التكامل. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هاخد الدالة اللي انا فضلتها واروح رايح مقارنها بالدالة اللي اسمها ام، بالجزء بتاع الام اللي مش موجود في اللي موجود في الام ومش موجود في خارج عملية التفاضل اللي انت عملتها، هو ده اللي انا هسميه كي داش. فانا لقيت النيجاتيف واي موجود، يبقى الكي داش بيساوي 3 اكس سكوير لان اكس زائد اكس سكوير، يبقى الجزء ده هو ده اللي اسمه كي داش. هبدأ اكامله بقى، لما اجي اكامل انا هكامل انتجريشن باي بارتس، الجزء اللي هو بتاع 3 اكس سكوير لينكس، لكن الاكس سكوير اللي لوحدها دي سهله تكامل على طول، يبقى اكس 3 على 3 ولا ايه؟ تمام. طيب الجزء بقى الاولاني اللي هو 3 اكس سكوير لينكس ده ازاي هعمله الانتجريشن؟ عمليه سهله قوي. هكامل ازاي 3 اكس سكوير؟ هختار حته فانكشن من التو فانكشنز دول اعمل لها انتجريشن والثانيه اعمل لها ديفرنشيشن، هو ده قانون التكامل بالتجزيء. تمام. طيب لما هاجي اختار ما اختارش اللينكس لانك مش بتعرف تكامل لينكس، لينكس لوحدها كده مش هتعرف تكامل. تمام. يبقى انا مجبر ان انا اكامل 3 اكس سكوير اللي هي تكاملها اكس كيوب اهي، ينزل جنبها لينكس من غير تكامل، بعدين ناقص افتح علامه التكامل، الفانكشن اللي انا كملتها اللي هي اكس كيوب تنضرب في التفاضل بتاع لينكس اللي هو 1 اوفر اكس. حضرتك متابعني؟ تمام يا دكتور. اشيل الاكس مع الكيوب يفضل اكس سكوير دي اكس، الاكس سكوير لما كاملها تبقى اكس كيوب على 3 اهي. طبعا الجزء الاولاني موجود، يوم النيجاتيف يشيل البوزيتيف، كده انت عرفت ان الكي 2 بتساوي اكس كيوب لينكس زائد سام كونستانت اللي هو ثابت عمليه التكامل. تمام. هروح بقى راجع على المساله بتاعتي، راجع على ده اهي، شايل الكي 2 وحاطط مكانه اكس كيوب لينكس زائد سي اهي. معايا حسن؟ تمام. روعه. تمام روعه، خلاص المساله خلصت. طبعا عندك واحدة تانية اهي وراها اللي هي رقم سي محلولة عندك، انا مش هتكلم عليها، انت بص عليها تلاقي سهل خالص. تعال بقى المسألة بتاعتي فشلت كمان انها تبقى اكزاكت. تاني انا بكرر، خلي بالك يا حسن من كلامي، لما بتجيلي ordinary differential equation بجربها separation، بجربها homogeneous، طيب هلاهي نفع كده ولا نفع كده، بجرب linear، بجرب برنولي، بعدين مش نافعين خالص اجرب اكزاكت. طب هي كمان ما نفعتش، اروح مجرب اخر كارت معايا واخر طريقه في تفكيري اللي هي ريديوسابل تو اكزاكت. انا هعمل تعديله كده هتخلي المساله بدل ما هي مش كانت نفع انها تبقى اكزاكت ترجع تاني تبقى اكزاكت. طب التعديله دي هعملها ازاي؟ خلي بالك انا جيت اجيب الام لقيته مش بيساوي الان، جيت اجيب الام واي واجيب الان اكس مش بيساوي بعض، فالتعديله هتبقى ازاي؟ انا هجيب فانكشن اسمها اف اوف اكس، بجيب انتجريتنج فاكتور اسمه ميو، القيمه اللي قدامك دي بجيب الميو ده، ميو ده بيساوي ايه؟ بيساوي اي تو ذا باور، يعني اي اس تكامل اف اوف اكس تايمز دي اكس، او اجيب الميو بيساوي e to the power f of y dy، يتستخدم الميو ده يتستخدم الميو ده. طيب السؤال بقى دلوقتي، هي مين ال f of x دي؟ ال f of x دي بتتجاب من الـ من الـ من القانون ده، m sub y، يعني خد الجزء بتاع ال m فضله بالنسبه ل y والجزء بتاع ال m اللي انت فضلته بالنسبه ل x، هما مش بيساووا بعض اطرحهم من بعض، هات m y ناقص n x، بعدين اقسمها على الN اللي هي الجزء اللي جنب الدي واي. لو طلع الدي، خلي بالك لو ده طلع function in x بس، يعني الشرط ان دي تبقى فيها x فقط ما ظهرش فيها y، لو ده حصل استخدم الميو ده،
طب حصل ان دي فيها اكس واي تبقى ريجكتد ما تنفعش تشتغل، اروح احاول اجيب الاف واي، الاف واي بيساوي نفس النومينيتور لكن الدينومينيتور بدل ان بخليه نيجاتيف ام، بدل ما يكون ان بخليه نيجاتيف ام. لو جبت ام واي ناقص ان اكس على نيجاتيف ام ولقيت القيمه دي هي داله في الواي، يعني ده فانكشن ان واي، يبقى الداله بتاعتك دي هستخدم الانتجريتنج فاكتور اللي اسمه ميو. طيب انا جبت الميو الفانكشن دي جبتها معايا عبد الرحمن، طب الفانكشن دي هعمل بيها ايه؟ هاخد الميو ده واضربه في المساله بتاعتي هيرجعها اكزاكت. تعالوا نبص سوا كده واحده واحده خالص. بيقول عندك هنا ست مسائل، عندك هنا خمس مسائل او اربع مسائل محلولين، وعندك واحده بقول لك try it by yourself. تعال بقى بص معايا كده على المساله نمبر A ونشوف. انا نزلت في نمبر A وبدات اسالها السؤال اللي انا قعدت ايه اقوله لك المره اللي فاتت، ابص لها كده واقول لها يا مساله انت مين؟ هو انت separation؟ طبعا مش نافع separation. طب انت homogeneous؟ ما هياش homogeneous. خلاص هجرب exact، يبقى الجزء الاولاني ده اسمه M والجزء الثاني ده اسمه N. هروح هجيب اهو ادي M اللي هي 2 cosine 2x 3y، واجيب ال N اللي هو 3x sine 2x 3xy. الجزء الاولاني هفضله بالنسبة لx، فلما اجي افضله ام سوري هفضله بالنسبه لواي، لما افضله بالنسبه لواي هيدي لك 3 اهو ده 3. الجزء الثاني اللي هو ده لما افضله بالنسبه لاكس هيروح مديك 3 زائد 2 كوزاين 2 اكس زائد 3 واي اهي. طبعا واضح ان الاثنين مش بيساووا بعض خالص. هبدا بقى اعمل الخطوه بتاعه الانتجريتنج فاكتور. هروح جايب الديفرنس بتوين ذم، هجيب ام واي ماينس ان اكس، هجيب الديفرنس بتوينهم. يبقى هقول 3 ماينس 3 ماينس 2 كوزاين 2 اكس ماينس 3 واي، اهي يا باشمهندسين جبت ام واي ناقص ان اكس اهو. لما حطيتهم فوق هقسم على ان، الان موجوده عندك اللي هي 3 اكس ساين 2 اكس زائد 3 اكس واي. طبعا البوزيتيف 3 بياكل النيجاتيف 3، يفضل minus 2 cosine 2x negative 3y stop، هي rejected. ليه rejected؟ لأن المسألة دي أنا عايزها تبقى في x بس، بس اللي واضح عندي إن في x و y فمش هقدر أكمل، يبقى دي على طول rejected. هروح أشوف ال fy نفس النومينيتور ام واي ناقص ان اكس، بس خلي بالك قوي إنه divided by negative m مقسوم على negative m، يبقى على طول الحركة اللي بعديها my minus nx divided by negative m، يبقى ده عبارة عن 3 minus 3 minus 2 cosine 2x minus 3y divided by negative بتاع 2 cosine 2x plus 3y. الستيب اللي بعديها يا باشمهندسين خد النيجاتيف من تحت والنيجاتيف من فوق، دول دي will cancel each other ويصبح fy بيساوي 1، وال 1 is considered a function in y، الوان ده يعتبر دالة في واي. الخطوة اللي بعديها على طول يا باشمهندسين هروح أجيب الانتجريتنج فاكتور. الانتجريتنج فاكتور بيساوي e to the power integrate 1 with respect to dy، هكامل بالنسبة للدي واي. لما كامل بالنسبة للدي واي بقى اسمه اي واي، ده كده الميو. حسن معايا، عبد الرحمن معايا، معايا مينا، معايا بشوي، معايا مي. حضرتك يا دكتور همسك الانتجريتنج فاكتور ده اللي هو e power y وهرجع على المسألة دي، مسألتي اهي this is our problem، هروح ضربها كلها times e power y، يبقى ال first part times e power y، second part times e power y، يبقى اذا بالفعل عملت كده، اصبحت المسألة بتاعتي اهي الجزء ده times e power y والجزء ده times e power y. once ان انتوا عملتوا كده يا باش مهندسين المسألة بتاعتك هتبقى exact. تعال نشوف بقى هي exact ولا لا. همسك الجزء طبعا في الامتحان خلاص ما دام انت عملت ده وهي وجبت الانتجريتنج فاكتور خلاص هي بقت ان شاء الله بقت exact. همسك الجزء الاولاني افضله، لما هفاضل الجزء ده انا بفضله بالنسبة لواي فهيبقى حاصل ضرب two functions. لما اجي افاضل البراكت الاولاني هيديني 3،
بالنسبة لواي تايمز اي واي، بعدين بلس هفاضل الاي باور واي، تنزل اي باور واي تايمز البراكت اهي. لما جيت افاضل الام الجزء الاولاني البراكت نزل وفضلت الاي واي باي واي، بعدين فضلت بالنسبة للواي بقت بثري تايمز اي واي، يبقى دوت ام واي. لما اجي اجيب الان اللي هي 3x زائد ساين 2x زائد 3xy، انا هفاضل ده بالنسبة لx، فيديني 3 بعدين يديني كوزاين 2x times 2 بعدين يديني 3y. بص عليهم الاثنين جنب بعضهم، ادي الام واي وادي الان اكس، الاثنين بيساووا بعض. طالما الاثنين بيساووا بعض، طالما الجزئين بيساووا بعض، يبقى كده الف مبروك، المسألة بتاعتك هوموجينيوس. المسألة بتاعتك اكزاكت، معلش انا سرحتها بشوانسين. طبعا الحركة اللي بعديها على طول مجرد ما الشرط تتحقق هاخد زي ما انت عايز، ياخد الام بالنسبة لإكس ياخد الان بالنسبة لواي. انا هاخد الام اهو، خدت الام بالنسبة للإكس، بشتغل اكزاكت بقى عادي خالص زي المسألة اللي فاتت. معايا حسن؟ حضرتك دكتور. لاحظ ان انا هكامل بالنسبة لمين يا حسن؟ بالنسبة لإكس. بالنسبة لإكس. فاللي هيتكامل هنا الاثنين كوزين 2x هتبقى ساين 2x. طب ال 3y لما كملها هتبقى 3y times x. طبعا الـ e والـ y اللي ورا ده كونستانت ما لعبش فيه. يبقى اذا انا كده جبت المسألة بتاعتي وهزود ثابت of y. بعد ما عملت كده هفضلها بالنسبة لـ y. تعالى نفضل بالنسبة لـ y. لما فاضل البراكت الاولاني هيبقى ده بزيرو بعدين 3 وبعدين 3x times e power y. بعدين بلس لما اجي فاضل الاي باور واي هتديني البراكت تايمز اي باور واي، وهو ده اللي حصل اهو. لو انا رحت ظابط الشكل شويه هخلي اي باور واي ويبقى عندي ساين 2x 3x واي. القيمه اللي انا جبتها دي لازم اروح اقارنها بالان. لما اخد الجزء ده اهو واروح اقارنه بالان هتلاحظ ان 3x واي 3x واي، ساين 2x ساين 2x. يبقى ده معناها ان الكي داش اوف واي بتساوي الجزء، انا اسف انا باخد ده بقارنه بالام اللي انا جبته، بالان، انا اسف بقارنه بالان. طبعا لو انت واخد بالك ادي الثلاثة اكس، الثلاثة اكس موجودة، الساين 2 اكس موجود، الثري اكس واي موجود. يبقى اذا ده معناها ان كل حاجة موجودة في الان موجودة عندك هنا، يبقى الكي داش بيساوي زيرو. انتجريت يبقى الكي داش هيطلع بكونستانت. ارجع تاني على الخطوة دي هشيل الكي وحط ثابت. يبقى الطريقة مش طويلة، هي بحتاجة طبعا تعتبر يعني الطريقة بتاعت الريديوسابل تو اكزاكت اطول الطرق الميثودز اللي انت خدتها كستيبس، لانك الاول جبت انتجريت، اولا جيت تعمل اللي تشيك الاولاني بتاع الاكزاكت ما طلعش مظبوط، فاضطريت علشان تظبطه انك تجيب الانتجريتنج فاكتور اللي هو اسمه ميو. بعد ما جبت الانتجريتنج فاكتور اللي اسمه ميو ضربته في الديفرنشال ايكويشن بتاعتك، بعد ما اتضربت في الديفرنشال ايكويشن بتاعتك دخلت على الخطوه اللي بعديها اللي هي ان انا ابدا اعمل المساله بتاعتي اذا كانت اكزاكت. اعتقد ان انا مش محتاج ان انا ادي عليها مساله تانية لان هو انا بحل اكزاكت، بس علشان اتاكد ان انتوا فاهميني كويس هدي المساله اللي بعديها كمان، بعد كده اخش على طريقه اللينير وبرنولي. احنا عددنا ليه مش كتير؟ مفروض ان احنا عددنا اكتر من كده. بيتر حضرتك متابعني؟ معاك المايك؟ بيتر متابعني؟ أسامة سمعني؟ دكتور أسامة خالد؟ طيب تعال يا بيتر، صوت اختفى. طب كده حركوا سمعني؟ تمام. بصوا يا شباب، أنا عندي y دي x زائد y minus x دي y. تعال يا بيتر نشوفها تنفع ولا لأ. لو انا خدت الجزء اللي قداماني اللي جنب الدي اكس وعملته ديريفاتيف هيبقى بوزيتيف، هيديني، وعملته ديريفاتيف وذ ريسبكت تو واي هيديني بوزيتيف 1. لو خدت الجزء اللي قدام الدي واي يا بيتر وجيت اعمل له ديريفاتيف وذ ريسبكت تو اكس هيديني نيجاتيف 1، which means ان الاثنين مش بيساوي بعض. تمام كده يا بيتر؟ تمام يا دكتور.
يبقى انا هجيب الانتجريتنج فاكتور. الانتجريتنج فاكتور يبقى انا الاول لازم اجيب اف اوف اكس اللي هي بتساوي ام واي ماينس ان اكس ديفايدد باي ان، يبقى 1 ماينس نيجاتيف 1 ماينس نيجاتيف 1 هتدي لك بوزيتيف 2. الكلام ده ديفايدد على الان، الان اللي هي واي ماينس اكس، يبقى ده ريجكتد. عارف ليه ريجكتد؟ ريجكتد لان الفانكشن دي لازم تبقى داله في اكس، لكن اللي طلع فانكشن ان بوث واي ان اكس فيها واي واكس، يبقى اذا دي معناه ان دي ريجكتد. هروح اجيب اف واي. الاف واي ده هجيبه ازاي؟ هقول ام واي ماينس ان اكس على نيجاتيف ام. لازم اجيب ام واي ماينس ان اكس على نيجاتيف ام. لما اعمل كده يا شباب يبقى انا عندي 2 ديفايدد على ان، الان اللي هي ام سوري على نيجاتيف ام، الام اللي هي بواي يبقى على نيجاتيف واي، يعني اذا دي اصبحت نيجاتيف 2 اوفر واي. مطرح ما انا واقف كده في مشكله مع حد هنا؟ في اي مشاكل مع اي حد؟ لا تمام يا دكتور. الخطوه اللي بعديها اجيب الانتجريتنج فاكتور. الانتجريتنج فاكتور عباره عن ايه؟ عباره عن اي تو ذا باور انتجريت نيجاتيف 2 اوفر واي. اهي يا باشمهندسين، اي انتجريت نيجاتيف بتاع 2 اوفر واي دي واي. لما اعمل الانتجريشن بتاع الفانكشن دي هيديني نيجاتيف 2 لين واي، اي نيجاتيف 2 لين واي، يعني دي تصبح اي تو ذا باور لين بتاع واي تو ذا باور اوف نيجاتيف 2، اللي هي على طول هتبقى 1 اوفر واي سكوير. هتبقى 1 اوفر واي سكوير. همسك 1 اوفر واي سكوير واروح طالع ضربه في الفانكشن بتاعتي كلها، يبقى 1 اوفر واي سكوير اروح ماسكه وضربه في الديفرنشال ايكويشن بتاعتي كلها. تبقى دي عباره عن ايه لما اعمل كده؟ تمام باشمهندسين معايا؟ هروح جاي الجزء الاولاني ضربه في 1 اوفر واي سكوير، يبقى دي عباره عن دي اكس على واي، والجزء ده هضربه على y سكوير، يبقى دوت اصبح y ماينس x ديفايدد باي y سكوير. اهي الديفرنشال ايكويشن بتاعتي، اهي اتعدل شكلها كده. يبقى ده معناها ان الام واحد على y وان الان واحد على y ماينس x على y سكوير. اختار لك جزء تكمله، يبقى انا هاجي ادي الام وادي الواي. طبعا لو انت حبيت تشك فاضل الجزء الاولاني هيدي لك نيجاتيف 1 واي باور نيجاتيف 2، فاضل الجزء الثاني بالنسبه للاكس هيبقى مظبوط بقت اكزاكت. هختار لي حاجه اكملها، انا هاخد الام بالنسبه للاكس وازود ثابت في واي، يبقى دي معناها واي باور نيجاتيف 1 تايمز اكس بلس كي 1 واي. خلاص انا كده جبت الحل، بس لازم اجيب قيمه الكي 1. همسك الكي الجزء ده افضله، لما افضله هيديني نيجاتيف اكس واي سالب 2، اهي نيجاتيف اكس واي تو ذا باور اوف نيجاتيف 2. هاخدها وقارنها بالان اللي هي واي نيجاتيف 1 ماينس اكس واي نيجاتيف 2، هلاقي ان الكي داش بيساوي واي تو ذا باور اوف نيجاتيف 1. الكي داش بيساوي 1 على واي اللي هي واي باور اس سالب 1، اللي هي الانتجريشن بتاعها يبقى لين واي زائد كونستانت. ارجع على المساله بتاعتي، اشيل الكي 1 واحط لين واي زائد كونستانت زي ما انتم شايفين. معايا بيتر؟ معايا شباب؟ حسن عبد الرحمن كله تمام؟ كله تمام، كله تمام. طبعا يا باشمهندسين كل المسائل بلا استثناء اللي انا عديت عليها او اللي موجودة عندك لازم تعيد حلها تاني بايدك. انزل معايا على اجمل طريقة واسهل طريقة فيهم، وهي اللينير اوردينري ديفرنشال ايكويشن ميثود. الروعة بتاعت الطريقة بتاعت اللينير ان عينيك بسهولة تقدر تمسكها، عينيك بسهولة تقدر تحدد اذا كانت المسألة لينير ولا مش لينير. طيب ازاي المسألة بتاعت اللينير بتتحدد؟ مسألة اللينير سيمبلي انت تقدر تحددها بسهولة قوي، لانها لازم المسألة تبقى بالشكل ده. بص كده، واي داش زائد some function in x times y بتساوي some function in x. يعني لازم تبقى ال y داش الإشارة بتاعتها positive 1، الكلام ده زائد دالة في x مضروبة في y بتساوي دالة في x. لازم ال function، لازم ال differential equation بتاعتك تبقى بالشكل ده. طالما تحقق الشرط ده أو تحققت إنها linear، الحل بتاع المسألة بيخرج في خطوتين.
الحل بتاع المسألة دي هيخرج in two steps. step number one الخطوة الأولانية هجيب integrating factor. هجيب integrating factor. الintegrating factor بتاعي هيجاب ازاي؟ هقول على طول ان الintegrating factor e to the power bx dx ما بيتغيرش اهو. على طول اول خطوة هروح اجيب الintegrating factor e to the power bx dx. يعني همسك الحتة اللي جنب الواي اروح مكملها زي ما انت شايف. دي الخطوة الاولانية في الحل. الخطوة التانية هروح جاي كاتب دي انا حافظها الواي. على طول الواي بيطلع بيساوي ايتا باور ماينس 1 الانتجريتنج فاكتور اس سالب 1 افتح قوس الكيو اكس تايمز الجزء بتاع الايتا اكس او الانتجريتنج فاكتور زائد ثابت في ايتا ماينس 1. دي لازم تبقى حافظها. يبقى تاني اول ما جات لي المسألة ان هي بالشكل ده فهي لينير. يبقى على طول الميو بيساوي اي باور بي اكس دي اكس الحتة اللي قدام الواي دي اكملها. بعد ما كملتها اروح حاططها باور ماينس 1 بعدين افتح علامه التكامل الكيو اوف اكس ينزل بعدين اضربها في زائد ثابت في ايتا ماينس 1 يعني في الانتجريتنج فاكتور اس نيجاتيف 1. تعال نشوف بتحل مسائل ازاي. تعال بص على المساله الاولانيه واي داش زائد واي بيساوي ساين اكس. طبعا ما هياش سيباريشن ما هياش هوموجينيوس. دي الطريقه يعني لو انا عندي مساله وبفكر عندي ديفرنشال ايكويشن زي دي كده جايه لي بالترتيب كده هشوفها سيبريشن هوموجينيوس بعدين افكر في لينير على طول. ممكن لو هي لقطه قدام عيني على طول يبقى دي واضح انها لينير عينيك بتلقطها بسهوله قوي. طيب اول خطوه هعملها هي فعلا لينير واي داش لوحدها اهي الواي قدامه واحد بس والكلام ده بيساوي ساين اكس. يبقى ده معناها ان البي اوف اكس بتساوي 1 وان الكيو اوف اكس بيساوي ساين اكس. روعه اهي. يبقى اذا على طول الخطوه اللي بعديها بي اوف اكس بيساوي 1 وكيو اوف اكس بيساوي ساين اكس. اول خطوه هجيب الانتجريتنج فاكتور اي اس التكامل بتاع البي اوف اكس دي اكس. يبقى اذا هكامل اي بتاع 1 دي اكس يعني اي باور اكس. الخطوة نمبر 2 ستيب نمبر 2 اروح اكتب السولوشن y بيساوي e اس سالب x ده يبقى نيجاتيف x افتح براكت q اوف x اللي هي بساين x تايمز e باور x زائد ثابت في e نيجاتيف x اهي يا باشمهندس اهي. همسك بقى الحته اللي هي بتاعت ساين x تايمز e باور x دي هو ده اللي هعمله انتجريشن. الجزء ده will be integrated by parts لان طبعا زي ما انت شايف دول تو فانكشنز مضروبين في بعض فاعمل له انتجريشن باي بارتس. باشمهندسين مطرح ما انا واقف كده في اي مشكله مع اي حد؟ لا تمام يا دكتور. طبعا الطريقه يعني طريقه اللينير او الانواع من المسائل بتتحل اللينير فعلا سهله قوي. انا بقى عايز اكمل الحته بتاعت التكامل دي اللي هي ساين اكس باور اي اس اكس. طبعا ده انتجريشن باي بارتس ودول تو فانكشنز continuous in integration و in differentiation. دي third case في البارشل I'm sorry في الintegration by parts. هختار أي جزء أعمل له integration وأي جزء أعمل له derivative. يبقى أنا هختار مثلا e power x أعمل له integration. يبقى ال e power x لما to integrate it it's gonna be e power x times sin x minus تكامل اللي انا كملته اللي هو e power x اللي انا مش لمسته اللي هو زي فوق زي تحت اللي هو sin x ده هفضله يبقى بالcosin x. ده معناه ان انا هضطر اعمل integration by parts for the second time. لما اجي اعمله for the second time الجزء اللي اخترته يتعمل له integration يدنه يتعمل له integration والجزء اللي اخترته يتعمل له differentiation يتني يتعمل له differentiation. يبقى انا على طول اول حاجة هعملها هروح جاي الجزء الـ e power x هكملها تبقى e power x ينزل جنبها cosine x بعدين minus افتح bracket افتح علامة التكامل الـ e power x تنزل والcosine تفضله negative sine فnegative times negative يقلبها لك positive بعدين ابدأ فك الـ differential equation بتاعتك I'm sorry ابدأ فك ده هيبقى ساين اكس في اي اس اكس ناقص كوزاين اكس اي اس اكس. خلي بالك ان دي رجعت اي يبقى دي بنيجاتيف اي لو وديتها اليمه الثانيه هيبقى 2 اي
يبقى اذا اي بيساوي ساين اكس اي باور اكس ناقص كوساين اكس اي باور اكس مقسوم على 2. هروح اشيل دي واحط القيمه بتاعتي، المساله خلصت. تاني وانس مور، خلاص مسألتي خلصت. تعال انزل تاني، لو جيت ابص على المساله دي، لو جيت ابص على المساله دي طبعا مش هتنفع سيباريشن، ما هياش راكبه هوموجينيوس. خلاص تعال نجرب. استنى، ما هو النيجاتيف اكس ده لو انا موف ات فروم ذا ليفت هاند سايد، فروم ذا رايت هاند سايد تو ذا ليفت هاند سايد، هتبقى اكس داش زائد اكس بتساوي 1 على 1 زائد اي باور 2 واي. لو انت امعنت النظر هي لينير، بس المره دي البي واي بيساوي 1 والكيو اوف واي اللي هو 1 على 1 زائد اي باور 2 واي. همسك على طول اجيب الانتجريتنج فاكتور بتاعي اهي، يبقى اذا البي واي ب1 والكي واي بكذا. اي اس التكامل بتاع البي واي دي واي، يعني اي اس التكامل بتاع الواحد يبقى بي اس واي. عملت التكامليه بتاعتي اللي هي اي باور واي بشمون سين. هروح بقى اكتب الحل بتاعي بقى، هقول اكس بتساوي اي باور واي نيجاتيف 1 افتح براكت e power y times q y with respect to y زائد ثابت في e اس نيجاتيف y. اهي ده الحل بتاعي، بس اهم حاجة اكامل دي. حد يعرف دي تكاملها ازاي؟ e power y مقسومة على 1 plus e power 2y، دي ازاي التكامل بتاع؟ حد يعرف؟ فكر، هي تنفع لان طيب دي تنفع لان؟ لا ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ لان انا ممكن اضرب في 2 واضرب في نص بره، فاصبح الدينومينيتور تقريبا التفاضل بتاعه فوق. لا طبعا، لان اي باور 2 y مش هعرف اخلي دي اي باور 2 y، مش هعرف اخلي دي 2، مطرح ايدي كده مش هينفع اجيب 2. لكن لو انت خدت بالك افتكر التان ماينس 1، فاكر ارك تان اللي هي تان نيجاتيف 1، ارك تان بيساوي ارك تان اوف اف بيساوي 1 على 1 زائد الفانكشن سكوير. يبقى اذا دي معناها على طول ان دي عباره عن اي باور واي على 1 بلس اي باور واي تو ذا باور اوف 2. دي على الفورمه اللي موجوده عندك في الانتجريشن، يبقى دي عباره عن تان ماينس 1 اي باور واي. يبقى هروح رايح شايل ده وكاتب مكانه tan minus 1 e power y times e power negative y زائد c في e power negative y زي ما حضرتك شايف. عندك كمان مسائل محلولة عليها. آخر حاجة في الشابتر الطريقة بتاعت برنولي، وبص للمسألة كويس. إيه فرق دي عن اللينير؟ حد يقدر يقول إيه فرق المعادلة دي عن اللينير؟ أنا كبرتها خالص أهو. ايه فرق الايكويشن دي عن اللينير؟ ها حد يقدر يقول؟ في واي داش والبي فانكشن في الاكس والواي، لا في واي اس ان. هو اللينير يا عبد الرحمن هو واي داش زائد بي اوف اكس تايمز واي بيساوي كيو اوف اكس، بس هنا في كيو اوف اكس تايمز واي باور ان، صح؟ ايوه تمام. يعني لو الواي باور ان ده مش موجود، يعني المساله بتاعتي الجزء بتاع الواي باور ان ده مش موجود، كانت تبقى لينير، صح كده؟ صح. لذلك هتلاقيني كاتب لك اهو لو الان بواحد المساله هتبقى لينير. خلي بالك لو الان بتساوي 0 اللي بيكرمك ذات، لو الان بيساوي 1 المساله دي تتحل سيبريشن، لو الان دي بتساوي 0 المسألة دي تبقى لينير. يعني هو بيكلمك على الباور. طيب لو أنا عايز أحلها لينير، التعديلة اللي في برنولي عشان ترجع لينير، خلي بالك هفرض إن النيو، هفرض إن النيو بيساوي y to the power of y negative n. بص قوي للفرد، أنا هكبر سنة كده كده وهشاور على الاثنين دول أهم. بص كده، دي المسألة بتاعتي. أنا هفرض نيو بيساوي y، شايف الـ n دي هخليها 1 ناقص n. هفرض نيو بيساوي y بيساوي 1 ناقص n. اشمعنى يا عبد الرحمن ده بالظبط؟ أصل الفرضية دي لو أنا جيت أفاضل هيبقى نيو داش بيساوي الباور ينزل يبقى 1 ماينس n،
times y to the power of negative n times y dash. خلي بالك أنا هاخد الجزء ده اللي هو واحد ناقص n في y to the power of negative n، وهاخد الحتة دي أضربها في الديفرينشال إيكويشن بتاعتي. لو أنا عملت كده إيه هيحصل يا عبد الرحمن؟ هيبقى واحد ناقص n هتكتب جنب الكيو، والواي أس نيجاتيف n هتشيل الواي أس n. ما أنا فارض من البداية إن نيو بيساوي y باور 1 ماينس n عشان الحركة دي. يبقى أنا تاني البرنولي هي لينير بس زايد عليها y أس n. طب إزاي رجعها لينير تاني؟ هفرض إن نيو بيساوي y to the power of 1 نيجاتيف n، بعدين اعمل الدريفاتيف، يبقى نيو داش بيساوي الباور ينزل واطرح من الباور واحد، تبقى 1 ماينس n في y to the power of negative n y داش. انا هاخد الحته الاولانيه بس اللي هي 1 ناقص n في y سالب n من غير الواي داش، الجزء ده هضربه في الايكويشن اللي فوق كلها. لما اجي اضربه هيبقى شكله بقى كده، هيبقى على طول هيرجع لك المساله بتاعتك لينير، مفيش مشكله خالص. تعالوا نشوفها في مسألة. عندك هنا ثلاث مسائل هم، وليكن problem number one. لو أنا بصيت على problem number one هلاحظ أن problem دي أولا مش نافع أنها تبقى، مش نافعة المسألة دي أن أنا أعملها separation، ومش نافعة homogeneous. طيب تعالوا نجرب إذا كانت linear. لو أنا جيت linear بصلها كويس، أنا لو فكيت الحتة دي يعني ضربت الواي في الواي سكوير وضربت الواي في الوان، هيبقى شكلها عامل كده يا باشمهندسين. بصوا كده، هيبقى واي في واحد على اتنين اكس، اي واحد على اتنين اكس واي، واي في نيجاتيف سكس واي سكوير على تو اكس اللي هي تدي لك نيجاتيف ثري، وفي على اكس في واي كيوب. عبد الرحمن معايا؟ معايا حسن؟ معايا مينا؟ معاك يا دكتور. كل اللي هيحصل ان انا هاخد الحتة دي اللي هي واحد على 2xy اوديها للطرف التاني. هتلاحظ ان المسألة بتاعتك بقت y داش بوزيتيف 1 قدامها، ال p of x بيساوي نيجاتيف 1 over 2xy بيساوي ال q of x اللي هو نيجاتيف 3 over x على x، بس هظهر عندي الترم اللي فيه y أس n. يبقى دي ما هيش لينير، دي برنولي. ازاي اقدر اخليها تبقى لينير؟ هفرض ان النيو بيساوي y اس 1 ناقص 3، اهو ده اللي انا هعمله دلوقتي. هفرض نيو بيساوي y اس 1 ناقص 3، يعني معناها y باور نيجاتيف 2. روح هات نيو داش، يبقى نيو داش هيساوي الباور ينزل واطرح من الباور 1، يبقى نيجاتيف 2 y باور نيجاتيف 3 y داش. همسك الحته الاولانيه بس اللي هي نيجاتيف 2 y تو ذا باور اوف نيجاتيف 3، همسك الحته الاولانيه بس اللي هو سالب 2y اس سالب 3، هاخد ده واطلع اضربها في الايكويشن بتاعتي، تبقى دي هتبقى سالب 2 في y اس سالب 3، بعدين دي هتبقى بوزيتيف، الاثنين تروح مع الاثنين يبقى بوزيتيف 1 اوفر x في y تايمز y اس سالب 3 اللي هي y اس سالب 2، بعدين نيجاتيف تايمز نيجاتيف هيبقى بوزيتيف 6 على x، الواي باور 3 هتاكل الواي باور نيجاتيف 3. ايه يا باشمهندسين؟ بصوا هاخد الجزء ده واضربه اهو، انا حطيت لك الديفرنشال ايكويشن واضربه اهو. يبقى الجزء الاولاني نيجاتيف 2y نيجاتيف 3y داش، الجزء اللي بعديه بقى بوزيتيف 1 على x في y اس سالب 2، الجزء اللي بعديه بقى 6 على x في y 3 وy سالب 3 كانوا بعض. هعوض، هشيل y نيجاتيف 2 احط نيو، واشيل نيجاتيف 2y باور نيجاتيف 3y داش واحط نيو داش، هترجع المساله بتاعتي لينير اهي لينير. يبقى ال p of x بيساوي 1 over x، ال q of x بيساوي 6 على x، هروح على طول أجيب ال integrating factor e أس p x dx، يبقى e أس ln x، e أس ln x اللي هي ب x بس. الخطوة الأخيرة أقول إن new بيساوي 1 over x، افتح bracket اضرب ال eta مضروبة في q of x يبقى x في 6 على x زائد ثابت مضروب في eta minus 1 اللي هو c على x. طبعا الـ x دي بتاكل x دي يفضل 6 بس، يبقى المسألة بتاعتي بقت 6 على x زائد c over x. اي هروح اشيل النيو واحط مكانها y negative 2، مسألة خلصت. ويبقى الجنرال سولوشن بتاعي انا جبته مفيش مشاكل whatsoever. لو انا جيت على المسألة اللي جنبيها okay. خلاص الباقيين محلولين بقى عندك في البي دي اف الاساسي. طبعا لو جيت على المسألة اللي جنبها اللي هي ده، بصوا كده، بصوا كده على المسألة دي،
المسألة دي لو أنا جيت أقسم على X سكوير في T، دي هتبقى X داش، ودي هتبقى X على T، ودي هتبقى كوزاين T مضروبة في X باور نيجاتيف 2 which is a Bernoulli equation، وتفرض إن الـ X بتساوي 1 نيجاتيف نيجاتيف 2 يعني X بتساوي أس 3، لما اجي فاضل هتدي لك 3 اكس تربيع، لما تضربها في المساله بتاعتك هتروح شايله الجزء بتاع الاكس اللي هو ديفلوبد عندك، وبالتالي المساله بتاعتك تتحل مفيش مشكله واتسوفر. طبعا اللي تحتيها نفس الكلام. باشمهندسين حضراتكم تابعيني، في مشاكل مع حد؟ لا تمام يا دكتور. تمام روعه. بصوا انا كده خلصت الشابتر اللي احنا موجودين فيه، الشابتر بتاعنا اللي احنا موجودين فيه اللي هو الاوردينري انا خلصته. ثانيه واحده بعد اذنكم.